من ضمن الاخبار او من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها بقى لنا فتره يعني هو قضيه المناخ وتغيير المناخ، ويمكن في ناس كتيره ما كانتش شايفها قد ايه الموضوع مؤثر يعني، او قد ايه الموضوع فعلا يعني حاجه محرجه او حاجه حرجه جدا لازم نكون بنتصرف فيها بشكل يعني كبير جدا في دلوقتي يعني. وعلى ظل هذا الموضوع وعلى ظل التغيرات المناخ اللي بتحصل دلوقتي وتفاقم ازمه المناخ، فالنهارده السلطات البريطانيه اعلنت كده حاله الاستنفار القصوى في العاصمه لندن. ليه اللي حصل؟ حصل شويه حرائق، حصل شويه ان في غابات حصل فيها يعني فقدان بشكل كبير جدا يعني، والكلام ده ما كانش في لندن بس، الكلام ده كان في العديد من برضو البلدان الاوروبيه، ويمكن يعني من اهم البلدان او من اهم يعني الاماكن اللي حصلت فيها برضو حاجه زي كده كانت في فرنسا، واللي اعلنت برضو ان اكثر من 27 الف هكتار او يعني 67 الف ونص فدان من غابات الصنوبر تم حرقها بالفعل. طبعا يعني خبر او يعني مجموعه من الاخبار بتضم برضو العديد من البلدان الاوروبيه زي ما حضراتكم برضو شايفين كده في الصور. الكلام ابتدى يتقال ان دي يعني يمكن تكون من اشرس موجات الحرائق اللي موجوده في اوروبا الفتره دي، وده على كلام على فكره برضو اسبانيا اللي اتقال برضو فيها كده، او مدير هيئه الدفاع المدني قال ان ده أسوأ حريق طارئ يندلع منذ بدايه حفظ السجلات، يعني من بدايه اصلا ما احنا ابتدينا نقول يا سجلات بتاعت الحرائق بتاعت الغابات، ده كان من أسوأ حرائق الغابات اللي موجوده دلوقتي في برضو في فرنسا واسبانيا. فطبعا حرائق يعني بشكل كبير جدا، وبالفعل كان في بعض الوفيات واللي كانت موجوده بالقرب من البرتغال في مدينه اسمها زامورا. عشان نعرف اكتر على الموضوع دوت، عشان نتعرف اكتر على التغييرات الموجوده دلوقتي في المناخ واللي بتؤدي لحاجات زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي، بينضم الينا عبر الهاتف الدكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعه الزقازيق. دكتور علي بنرحب بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ، واهلا بكل المشاهدين والمتابعين. مع اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور كنا حابين نعرف من حضرتك كده ايه اخر الاخبار الموجوده دلوقتي سواء كانت في لندن او اسبانيا او فرنسا. الحقيقه ان طبعا قضيه المناخ دي قضيه عالميه لا تخص دوله بعينها، ولكن بتخص العالم اجمع، الكره الارضيه كوكب الارض. طبعا نتيجه للانبعاثات الكربونيه بيحدث تخلخل في نظم المناخ، تخلخل بمعنى ان هتزداد عدد الموجات الحاره وهتزداد عدد الموجات البارده وهتزداد الاعاصير وهتزداد التلوث البيئي اللي موجود في العالم، يعني التغير في نسب الغازات اللي موجوده للكره الارضيه والهواء هتتغير. واكبر دليل زي ما حضرتك اشرت يا استاذ مايكل ان اوروبا الغربيه بتشهد طقس شديد الحراره مرافقه الاسبوع، اليوم درجه حراره عظمى في احدى مدن جنوب فرنسا 42 درجه ونص، طقس شديد الحراره لم تشهده يمكن هذه المناطق منذ اكثر من 50 عام، وده تاثيره بسبب التغيرات المناخيه. لندن نفس الكلام، درجه حراره عظمى 40 درجه مئويه. اذا ارتفاع درجه الحراره دي بيؤدي الى حرائق، لان فيها طبعا ارتفاع درجه الحراره بيبقى نتيجه الاشعاع الشمسي، الاشعاع الشمسي ده بيبقى فيه اشعه بتعمل على حرق الغابات وبيسقط عنها غابات الاحتباس الحراري لكربون، وكل هذه العناصر بتؤدي الى مزيد من الارتفاع في درجه الحراره. وبالتالي نقدر نقول ان المؤتمرات الدوليه التي عقدت منذ عام 1992 واخرها مؤتمر جلاسكو العام الماضي كوب 26 في مدينه جلاسكو في المملكه المتحده، بدا الاهتمام الكبير بقضيه المناخ والتغيرات المناخيه والحد من ارتفاع درجه الحراره عن طريق تخفيض نسب الانبعاثات الكربونيه الموجوده وتخفيض درجه الحراره الى حتى لا تصل الى درجه ونص مئويه، هي دلوقتي 1.2 من 10، لانها لو وصلت درجه ونص مئويه هناك كوارث طبيعيه ستنتج عنها، لو وصلت 200 درجه مئويه خلال ال 50 سنه القادمه الاجيال القادمه ستعاني وهناك قتلى ووفيات اعداد كبيره، يعني لا يقدر عليها الانسان او مواجهتها دوله بعينها. ولذلك يجب الحفاظ على كوكب الارض، يجب الحفاظ على الانسانيه والبشريه من خلال تخفيض نسب الانبعاثات الكربونيه، من خلال اتباع نظام بيئي عالمي بالمناخ الاخضر، عده عناصر ومحاور مختلفه حتى نخرج من هذه القضيه ونفوق في العالم كله من مما نحن فيه من اثار سلبيه على الصحه، على الغذاء، على الاقتصاد، على كل مناحي الحياه، وده بيتم من خلال المؤتمرات الدوليه. ولذلك السيد رئيس الجمهوريه حضر الامس واليوم
في ألمانيا في مدينة بيترسبيرغ حوار بيترسبيرغ للمناخ. نعم فندم. حوار بيترسبيرغ للمناخ واللي كمان يعني بيؤهلنا لقمة كوب 27 اللي هتستضيفها مصر في شهر نوفمبر اللي جاي في شرم الشيخ، وده اللي عايز أسأل عليه حضرتك يا دكتور. يعني احنا شايفين دلوقتي حرائق الغابات بتتفاقم، القارة الأوروبية بتشهد درجات حرارة مرتفعة بتسجل أعلى أرقام في تاريخها. هل كل هذه الأحداث المتتالية اللي ليها علاقة بالمناخ هتغير من يعني أهم المحاور اللي هيركز عليها المؤتمر أو القمة الخاصة بالمناخ في كوب 27؟ بص حضرتك، يعني لما نلاقي ان اوروبا لم تشهد مثل هذه الموجات الشديده الحراره، ودي محتاجه طاقه كبيره لاستخدام او تكييفات او للخروج من هذا المأزق، شيء طبيعي جدا لازم اوروبا هتغير من نظرتها للمناخ، ولازم الولايات المتحده الامريكيه هتغير من نظرتها للمناخ. على ارض الواقع ده المفروض، لكن هل سيتم هذا الوقت؟ انا اعتقد ان الحرب الدائره بين روسيا واوكرانيا لها رؤيه اخرى مختلفه عما نحن فيه، ولذلك يجب وجود بدائل في كوب 27 الذي سوف يعقد على الاراضي المصريه في مدينه شرم الشيخ، مدينه السلام، في نوفمبر القادم. بمعنى ايه دكتور الحرب ليها رؤية تانية غير يعني المفروض نسير عليه؟ حضرتك تقصد ايه بفكرة ان الحرب هل تغير من اهتمام القادة بملف المناخ؟ هتغير نسبيا، لان الحرب الدائرة دي بينتج عنها كربونية. الحرب الدائرة دي بتديها اسلحة جديدة، هذه الاسلحة محتاجة طاقة عشان يستخدم طاقة نظيفة صديقة للبيئة، مكلفة تكلفة عالية جدا جدا جدا. طاقة الهيدروجين محتاجة تكلفة عالية جدا، طاقة الطاقة الشمسية، استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية محتاجة تكلفة مالية عالية جدا، ومحتاجة منطقة جغرافية تكون فيها سطور أشعة الشمس معظم ساعات النهار، وتخزين هذه الطاقة محتاج إلى ملايين الدولارات. إذا هذه الحرب الدائرة محتاجة اقتصاد كبير جدا وتكلفة مالية عالية جدا. هل الدول التي تقوم في هذه الحرب لها استعداد مالي في مجابهة هذه الأسلحة بالطاقة الجديدة ولا الطاقة البدائية الغير مكلفة؟ الوقود العقوري مش مكلفة زي الطاقة الجديدة والمتجددة، لأن دي محتاجة ملايين والدولارات، لكن دي بأقل الدولار. دكتور علي ممكن حضرتك بس إذا كان هناك تغير بيئي وتغير في نظام المناخ، الأجيال القادمة ستعاني أكثر وأكثر وأكثر مما لا يتوقعه أحد. صحيح دكتور علي، أنا بس حضرتك دكتور علي في الموضوع ده بالذات، يعني برضو بعض المشاهدين ممكن يكونوا بيتفرجوا علينا واحنا بنتكلم دلوقتي على حرائق الغابات موجوده في بلاد اوروبيه، فبعض المشاهدين مثلا ممكن يقولوا ده موجود في اماكن تانية، يعني مش شرط ان هو يكون يعني حاجه تاثر فينا بشكل او باخر. ازاي احنا ممكن بمعنى ايه اللي موجود في اماكن تانية؟ يعني بعض المشاهدين ممكن هو مثلا بيتفرجوا على هذه الاخبار مثلا اللي ليها علاقه بحرائق الغابات في بلاد اوروبيه تانية، فنقول يعني اللي هو الحمد لله ان الكلام ده مش عندنا وخلاص، يعني كل الكلام ده بعيد عننا وخلاص. احنا حابين بقى بص يا استاذ مايكل، اللي مش عندنا النهارده هيبقى عندنا بكره. يعني النهارده احنا في افريقيا، قاره افريقيا، متضررين من التغيرات المناخيه، رغم ان احنا مش مصدرين للتغيرات المناخيه، لكن اوروبا النهارده رغم ما لديها من امكانيات تكنولوجيه ورغم ما لديها من امكانيات ماديه، هل تقدر تستطيع ان تمنع موجه شديده الحراره وتقلل درجه الحراره من 40 ل 25؟ ولا تقدر طبعا. تتوقع بص حضرتك، احنا بنتكلم درجه حراره 40 درجه مئويه اليوم، غدا ستتاثر لندن بانخفاض ملحوظ في درجه الحراره تصل فيه الى 27 درجه مئويه، يعني بانخفاض ما يقرب من 15 درجه مئويه مع وجود امطار. هذه الامطار لوحدها لها اثارات سلبيه، اذا سواء كانت موجات شديده الحراره او انخفاض درجات الحراره له اثار سلبيه على الانسان. كمان النهارده الانتقال من حراره شديده الى حراره بارده ده بيعمل خلل في جسم الانسان، وبالتالي هيشعر بها المواطن الاوروبي والمواطن الامريكي قبل المواطن العربي. يمكن احنا في قاره افريقيا متعودين ان درجه الحراره ما تبقى 40 او 37 نقدر نتعامل معاها ونتاقلم معاها، لكن الاوروبي اللي عايش في درجه حراره 25
لما درجة 40 و45 لا يستطيع مجابهة هذه التغيرات المناخية. أما يكون في آثار قوته من الدرجة الأولى بيعمل آثار سلبية وبيعمل خسائر مادية بالملايين الدولارات، لما يجي آثار من الفئة الثالثة تصاحبه سرعات رياح تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة تهدم مدن بأكملها، هل هذا يعني المواطن الأمريكي هيسكت على هذا؟ أعتقد لا. أكيد لا، يعني وإذا كلنا معرضون لأن إحنا نشوف، يعني مش هنقول نشوف مثل هذه السيناريوهات يعني، ولكن لازم نكون بنتوخي الحذر بشكل كبير جدا. احنا بنشكر حضرتك دكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعه الزقازيق.